السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامجنا مدرسة على الهواء. وهنكمل مع بعض إن شاء الله وبإذن الله الدرس الثالث من الوحدة، الدرس الثالث في المنهج بتاع الجغرافيا للصف الثاني الثانوي. هنبدأ مع بعض زي ما احنا متعودين، احنا إن شاء الله بإذن الله دلوقتي هنحل الواجب بتاع الحصة اللي فاتت عشان كل واحد فينا يعرف إذا كان حل الواجب بتاعه صح ولا غلط. السؤال الأول اللي كان في الواجب بعنوان ما رأيك؟ قال أحد علماء النظرية الحتمية البيئية: اعطيني خريطة لبيئة ومعلومات وافية عن موقعها ومناخها ومائها ومظاهرها الطبيعية الأخرى ومواردها، وبإمكاني في ضوء ذلك أن أحدد لك المستوى المعيشي لمن يقطن في هذه البيئة، وأية أنشطة اقتصادية واجتماعية تمارس. وهذا التحديد ليس مجرد صدفة، وإنما أساس الضرورة التي تفرضها البيئة الطبيعية. ما رأيك في العبارة؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان النظرية الحتمية لما خدناها كانت بتقول ان البيئة تؤثر على الانسان ولا تتأثر به. رأي احد العلماء كان بيقول ان انت لو قلت لي البيئة دي الموارد اللي موجودة فيها، انا اقدر اقول لك السكان اللي عايشين في المكان ده بيمارسوا الانشطة الاقتصادية ايه هي. نفس الكلام بتاع النظرية الحتمية، النظرية الحتمية كان الدليل بتاعها ان الانسان، أن البيئة تحدد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان. إذا الإنسان يقوم بنشاط اقتصادي تفرضه عليه البيئة. لو أنا عايش في بيئة صحراوية همارس حرفة الرعي، لو أنا عايش في بيئة ساحلية همارس في حرفة الصيد، لو أنا عايش في بيئة فيضية همارس حرفة الزراعة. طبعا إيه رأيي في العبارة دي؟ فأنا هقول النقد الوجه للنظرية أنها تجاهلت التطور التكنولوجي ودور الإنسان في التغلب على العزلة التي فرضتها عليه البيئة. هذكر النظرية والدليل بتاعها وهذكر النقد بتاعها، وكمان لازم أقول أن البيئة والإنسان كل منهم يؤثر ويتأثر بالآخر. أما بالنسبة للسؤال الثاني وكان بعنوان قال أحد علماء النظرية الإمكانية أن البيئة الزراعية والصناعية والعمران هي من يفعل الإنسان، ومثل كل هذا يتطلب توفر عديد من المهارات ووسائل المواصلات ورأس المال والأسواق، وكلها مقومات بشرية. ايه رأيك في العبارة؟ رأيي ان هو كده بيتكلم عن النظرية الإمكانية اللي بتشوف ان الإنسان بيأثر على البيئة ولكنه ما بيتأثرش بيها، ولكنه تجاهل التطور التكنولوجي ودوره في التأثير السلبي للإنسان على البيئة. السؤال اللي بعده، النظرية التي تتفق مع المرحلة الأولى من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة هي النظرية؟ المرحلة الأولى من علاقة الإنسان بالبيئة كانت المرحلة دي بتقول إن الإنسان يعيش على الجمع والتنقل والترحال، يسكن الكهوف. الإنسان لم يكن له أي تأثير على البيئة. طالما الإنسان مش بيأثر على البيئة وعايش بيتأثر بيها، ده بينطبق على أنهي نظرية؟ بينطبق على النظرية الحتمية. السؤال اللي بعده، ظهر مفهوم التنمية المستدامة كنتيجة لتفاعل الإنسان مع البيئة في المرحلة. التنمية المستدامة ظهرت في أواخر القرن العشرين. أنهي مرحلة من دول تتفق مع التنمية المستدامة أو الفترة اللي ظهرت فيها؟ ده طريقة للحل. في طريقة أخرى إني أفكر السؤال جاي إزاي. التنمية المستدامة ظهرت نتيجة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. يا ترى أنهي مرحلة من المراحل الأربعة كان تعاظم فيها تأثير الإنسان السلبي على البيئة، وكان لازم أني أبحث كيف أعمل على تنقية البيئة، كيف أعمل على الحفاظ على البيئة؟ طبعا المرحلة الرابعة. السؤال اللي بعده، ظهرت مشكلة التغير المناخي نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة في المرحلة؟ نفس السؤال اللي قبله طبعا في المرحلة الرابعة، لأن الاحتباس الحراري ووجود ثقب الأوزون حدث نتيجة التطور التكنولوجي الهائل في المرحلة الرابعة. السؤال اللي بعده، إيه العلاقة بين الموقع الجغرافي لبعض الدول والنظرية الإمكانية؟ إحنا عارفين إن في نقد النظرية الحتمية كان أن هناك بعض الدول استطاعت التغلب على العزلة التي فرضتها عليه البيئة، والمثال بتاعي كان دولة اليابان. أقول أن الموقع الجغرافي لدولة اليابان
واستطاعت اليابان التغلب على العزلة التي فرضتها عليه البيئة، يؤكد أن الإنسان له تأثير على البيئة، مما يتفق جزئيا وليس كليا مع النظرية الإمكانية إن الإنسان بيأثر على البيئة. ولكن احنا زي ما اتفقنا مع بعض في الحصة اللي فاتت، إن النظرية الإمكانية وجه لها النقد أن الإنسان ليس له تأثير مطلق ولكن له تأثير محدود. اللي بعده، يعتبر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية من أسباب النقد الموجه للنظرية الحتمية، صح ولا غلط؟ يا ترى أفكر في السؤال ده لما يقابلني إزاي؟ الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بيدل على إن الإنسان بيغير في شكل البيئة. طالما الإنسان بيغير في شكل البيئة، هل ده يتفق مع النظرية الحتمية ولا الإمكانية؟ بالظبط، يتفق مع النظرية الإمكانية مش الحتمية، يبقى العبارة خاطئة. الدرس بتاعنا بتاع النهاردة بيكمل درس البيئة نظامها ومواردها، وهنبدأ مع بعض في حاجة جديدة بعنوان التوازن البيئي. ما المقصود بالتوازن البيئي؟ التوازن البيئي هو بقاء عناصر ومكونات البيئة كما هي دون إخلال. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون قال في كتابه: خلقنا كل شيء بقدر معلوم. يعني كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون خلقها بمقدار معين لسبب معين، لو علمنا جزء منه فنحن نجهل الجزء الآخر، بس ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء بالسنتي بالظبط. ده بنسميه ايه؟ التوازن البيئي، هو بقاء عناصر ومكونات البيئة كما هي دون إخلال. يعني ايه دون اخلال؟ يا ربنا خلق كل حاجه بشكل منظم بشكل جميل، ما ينفعش ان انا اغير في الشكل ده. ربنا خلق الكون جميل قوي، احنا اللي بنلقي فيه المخلفات. ربنا خلق لنا الورود، خلق لنا الاشجار، احنا اللي بنقطعها ونقطفها. ربنا خلق لي الانهار والمياه العذبه، انا اللي بلقي فيها المخلفات. التوازن البيئي هو بقاء عناصر البيئة كما هي دون إخلال. سيب كل حاجة زي ما هي، أنا دايما أسميها كده، سيب كل حاجة زي ما هي. يعني إيه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق لي حاجة جميلة جدا أنا ما لعبش فيها. الإنسان لما يغير في الشكل ده بيسيء لي مش بيحسن لي. إمتى التوازن البيئي يختل؟ إمتى الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه يختل؟ البيئة اللي احنا عايشين فيها يختل التوازن فيها في بعض الحالات، غالبا هما 3 حالات. الحالة الأولى، دايما الإنسان هو اللي بيتدخل في البيئة وبيغير من شكلها. أشكال تدخل الإنسان في البيئة: 1، الثورة الصناعية وما ترتب عليها من نتائج سلبية مما أدى إلى زيادة معدلات التلوث، سواء كان تلوث الماء أو تلوث الهواء. إزاي مس؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لي أنهار، الأنهار دي أنا عملت مصانع وبلقي المخلفات بتاعتي فيها، السفن تمشي وتلقي المخلفات في الأنهار، أنا كده لوثت النهر وقضيت على المياه العذبة، فأخليت بالتوازن البيئي. مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى خلق لي تربة زراعية تكفي احتياجاتي، أنا أجرف التربة دي وأقضي عليها وملاقيش موارد اقتصادية عندي جوة الدولة، ملاقيش موارد زراعية، محصولي من القمح والرز ألاقيهم مش بيكفوني لأن أنا جرفت الأراضي الزراعية. المصانع تقوم باستخدام مصادر طاقة غير متجددة زي الفحم زي البترول، مما يؤدي إلى ظهور التلوث، تلوث الهواء وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء. تاني، أول شكل من أشكال تدخل الإنسان في البيئة وتلوثها كان عبارة عن الثورة الصناعية التي أدت إلى استنزاف الموارد، بطلع الموارد بتاعتي من باطن الأرض واستنزفها، وأدت إلى تلوث الماء وتلوث الهواء. 2، الصيد الجائر، الصيد الجائر للحيوانات والطيور. صيد الجائر يعني أنا بصطاد حيوانات أو بصطاد طيور
او ممكن اكون بصطاد اسماك وانا ممكن اكون مش هستخدمها، بصطاد اكتر من الاحتياج الطبيعي ليا. مش بس كده، انا كمان بستخدم مبيدات واسمدة للتربة. المبيدات والاسمدة بتاعت التربة بتؤدي الى ارتفاع معدل التملح في التربة، وبالتالي يؤدي الى عدم صلاحيتها للاستخدام. تاني يا جماعة، اول سبب من اسباب اختلال عدم التوازن البيئي او حدوث عدم التوازن البيئي واختلال النظام البيئي كان التدخل بتاع الانسان في البيئة. اول شكل من اشكال التدخل بتاع الانسان في البيئة كان الثورة الصناعية، ادت لتلوث الماء وادت لتلوث الهواء وادت لاستنزاف الموارد. الشكل الثاني كان الصيد الجائر، وكان استخدام الأسمدة والمبيدات. الصيد الجائر اني بصطاد حيوانات او بصطاد طيور بكميات كبيرة، حتى لو انا مش هستخدم الكمية دي فانا كده بهدرها، قد يؤدي الى انقراضها بسبب شدة او قصرة استنزافها. استخدام الأسمدة والمبيدات بيؤدي الى تملح التربة. تملح التربة بيؤدي الى عدم صلاحيتها للزراعة مرة اخرى. بعده تالت سبب، عمليات التعدين وقطع الغابات، وده بيؤدي لارتفاع درجة الحرارة وحدوث التغيرات المناخية. ازاي يا مس؟ ما انا لما اطلع معدن من باطن الارض واستنزفه، ده هيؤدي الى القضاء عليه، استنزاف موارد، وكده انا ما عملتش حساب الاجيال القادمة في حقها في المورد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لها. قطع الاشجار او قطع الغابات بيؤدي الى ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون في الهواء، وده بالتالي بيؤدي الى وجود ثقب الاوزون وارتفاع درجة الحرارة ووجود الاحتباس الحراري، مما يؤدي لحدوث تغيرات مناخية زي ذوبان الجليد عند القطبين، زي غرق الشواطئ. كل ده اللي تسبب فيه الانسان. يبقى انا عندي اختلال التوازن البيئي حدث بسبب تدخل الانسان. تدخل الانسان حدث باربع اشكال. الشكل الاولاني كان عبارة عن الثورة الصناعية واستنزاف الموارد اللي ادت الى التلوث الماء والتلوث الهواء. اتنين، كان الصيد الجائر واستخدام الاسمدة والمبيدات في الزراعة. المبيدات الكيماوية مش المبيدات العضوية، خلي بالنا في حاجة زي كده، عشان ممكن مثلا يجي سؤال بيسألني لو انا استخدمت سماد عضوي للزراعة هل ده يخل بالتوازن البيئي؟ طبعا لا يا جماعة، لما بنتكلم عن أسمدة ومبيدات وخطورة استخدامها فاحنا هنا بنتكلم عن الأسمدة والمبيدات الكيماوية وليست العضوية، خلي بالنا من حاجة زي كده. تالت شكل من أشكال تدخل الإنسان هو عمليات التعدين، مش أي تعدين، التعدين الذي يعمل على استنزاف الموارد، اللي هو مش بحدد كمية معينة علشان خاطر استخرجها من بطن الأرض، لا انا بطلع بشكل جزافي، بطلع كميات كبيرة جدا من بطن الارض. قطع الغابات، زي ما اتفقنا مع بعض ان قطع الغابات والاشجار بيؤدي ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون، حدوث تلوث الهواء، وجود احتباس حراري، وبالتالي حدوث التغير المناخي. تعالوا نشوف مع بعض رابع شكل من اشكال تدخل الانسان في البيئة، كان ادخال كائن حي واخراجه من بيئته. ازاي يا مس ممكن اني ادخل كائن حي او اخرج كائن حي من البيئة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال خلقنا كل شيء بقدر معلوم، زي ما اتفقنا. خدنا مع بعض يا جماعة في العلوم حاجة اسمها سلسلة الغذاء او السلسلة الغذائية للكائنات الحية. ايه مس السلسلة الغذائية دي؟ ان كل كائن حي عايش على كائن حي اخر، كل كائن حي بيعيش على كائن حي اخر، وهكذا، وتستمر السلسلة الغذائية. مثلا الانسان بيعيش على اكل الحيوانات، مش اي حيوانات، اقصد بها مثلا الخروف، المعزة، الارنب، والطيور. الحيوانات والطيور بيعيشوا على النباتات. النباتات بتعيش على الضوء والحرارة وعلى التربة وعلى المية،
وهكذا، وتستمر السلسلة الغذائية دايرة، كل كائن حي عايش على كائن حي آخر. طيب لو أنا شلت واحد من السلسلة الغذائية اللي موجودة قدامي دول، إيه اللي يحصل؟ كل الكائنات اللي عايشة عليه تموت. لو أنا شلت النباتات من البيئة، الحيوانات والطيور تموت. الإنسان عايش على النباتات والحيوانات والطيور، فالإنسان كمان يموت. فده يخل بالتوازن البيئي. تعالوا ناخد مثال. عندنا الأرانب البرية. غزت الأرانب البرية قارة استراليا، وتقاصرت بعيدا عن أعدائها الطبيعيين، أعدائها الطبيعيين اللي هم البشر اللي بيعملوا على اصطيادها صيد غير. فقامت بسكن المناطق الغابية، سكنت الأرانب البرية الغابات، وده أدى إلى القضاء على الغابات، كانت كل الحشائش وكل النباتات اللي كانت موجودة في الغابات. وبالتالي بعد كده ما لقيتش الأرانب دي النباتات اللي تاكلها. مات الأرنب، مش مات لوحده، ماتت كمان الكائنات الحية اللي كانت عايشة على أكل الأرانب. تاني، الأرانب لما تعبت من صيد الإنسان ليها، الأرانب البرية اتجهت لسكن المناطق الغابية، مناطق الغابات. كلت كل الحشائش اللي كانت موجودة، كل النباتات اللي كانت موجودة. بعد كده الأرانب دي ما لقيتش حاجة تانية تاكلها. كده يا جماعة، أنا لما أدخلت كائن حي في مكان، في بيئة مش بتاعته، كده أنا قضيت على البيئة دي، لأن الغابات كده انتهت. الحشائش اللي كانت موجودة كمان انتهت. بعد كده الأرانب دي ما لقيتش كائنات تعيش عليها تاكلها، أو ما لقيتش نباتات تعيش عليها تاكلها، ماتت هي كمان الأرانب. الحيوانات اللي كانت عايشة على أكل الأرانب ماتت هي كمان. إيه ده؟ دي سلسلة مرتبطة ببعضها زي العقد بالظبط، زي السبحة أو زي العقد. لو حباية من العقد ده اتفكت أو خرجت من السلسلة، العقد كله يتفك. فما ينفعش إني أدخل حباية زيادة أو أخرج حباية من العقد. نفس الحكاية للسلسلة الغذائية. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل نوع من أنواع الحيوانات بمقدار معين، كل نوع من أنواع الطيور بمقدار معين، كل نوع من أنواع النباتات بمقدار معين. لو أنا زودت المقدار ده أو قللته، ده هيؤثر تأثير سلبي على البيئة. يبقى أنا لما دخلت الأرانب البرية ده أثر سلبي على البيئة. طب تعالوا نشوف مثال العكس في الولايات المتحدة الأمريكية. قاموا باصطياد صيد جائر للبوم والصقور. طبعا يا جماعة، البوم والصقر كانوا عايشين على صيد الفئران، بياكلوا الفار. لما اصطادوا الصقر واصطادوا البومة، نسبة الفئران زادت جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. لما نسبة الفئران زادت، زاد معاها أمراض كتير زي مرض الطاعون. مش بس الأمراض كمان اللي بتزيد، لأ، الكائنات اللي عايشة الفئران على أكلها قلت، لأن عدد الفئران زاد، الحاجات اللي الفار بياكلها تقل. يبقى مجرد إني أدخل كائن حي أو أخرج كائن حي من البيئة، ده بيأثر تأثير سلبي على البيئة. نرجع مع بعض، التوازن البيئي هو بقاء عناصر ومكونات البيئة كما هي دون إخلال. سيب كل حاجة زي ما هي، لا تشيل حاجة ولا تحط حاجة في البيئة. طيب امتى يحصل اختلال للتوازن البيئي؟ اختلال التوازن البيئي بيحصل في 4 حالات. الحالة الأولى، وهي الثورة الصناعية وما نتج عنها من استنزاف للموارد، تلوث الماء، تلوث الهواء. 2، الصيد الجائر واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية مش العضوية. 3، التعدين وقطع الغابات. التعدين اقصد بهنا استنزاف الموارد من باطن الارض، مش استخراجها بس، انك بتستنزف الموارد، بتصدره خام وتفضل تطلعه من باطن الارض لغاية لما ينفذ. 4، ادخال كائن حي في البيئة
او اخراجه. وخدنا عندنا مثال ان لو دخلت كائن حي زي الارنب النتيجة اللي ترتبت عليه اني قضيت على الغابات وعلى الحشائش، وكمان ماتت الارانب، وكمان ماتت الكائنات الحية اللي كانت عايشة على اكل الارانب. وكمان خدت مثال العكس، اني لو شلت كائن حي من البيئة، شلت الصقر وشلت البومة، نتج عنها ان ارتفعت نسبة الفئران، فقلت عدد الكائنات اللي بتعيش عليها الفئران، فده أدى لاختلال التوازن البيئي. ممكن نعرف ايه دور الجغرافيا في اللي بيحصل في الكون؟ ايه دور الجغرافيا في التدخل والتعدي بتاع الانسان على البيئة؟ ايه الدور اللي المفروض تقوم بيه جغرافية التنمية عشان تحافظ على البيئة وتحميها؟ قال الدور الاولاني اللي لازم تقوم بيه الجغرافيا هو رصد التعديات البيئية واشكال اختلال التوازن البيئي واسبابه. يعني ايه؟ يعني اول حاجة الجغرافيا المفروض انها تعملها، اول خطوة هو رصد التعديات التي تحدث على البيئة. يعني ايه رصد التعديات؟ يعني بشوف حدث تجريف تربة، فين هي الاماكن اللي جرفت فيها التربة؟ القاء مخلفات في النهر او القاء مخلفات في المسطحات المائية، تلوث الهواء، ده تعدي من الانسان على البيئة، فانا برصد التعديات دي وبعد كده ابحث عن اسباب التعدي ده. ده اول خطوة. طيب وبعد ما عرفت شكل التعدي وعرفت سببه، الخطوة التانية اللي المفروض اعملها ايه؟ وضع خطط واستراتيجيات للحفاظ على البيئة. بعد يا جماعة ما عرفت شكل التعدي بتاع الانسان على البيئة وعرفت سببه، بدأت احط خطة. ايوه حصل تجريف للتربة، يا ترى التجريف ده اعالجه ازاي وامنعه ازاي؟ حدث القاء مخلفات في النهر او في المسطح المائي، يا ترى امنع حدوث وتكرار نفس الحدث مرة تانية ازاي؟ وازاي اعالج القاء النفايات اللي حصلت قبل كده؟ حدث تلوث الهواء، يا ترى ايه سببه؟ ممكن يكون وسائل النقل والمواصلات، ممكن يكون المخلفات بتاعت المصانع او مصادر الطاقة اللي بتستخدمها المصانع. على طول اروح حاطط خطة اني احط قانون باستخدام مصادر طاقة نظيفة زي الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، سواء في وسائل النقل او سواء بالنسبة للمصانع. ده كده حطيت خطة. يبقى الخطوة الاولانية اني هعرف شكل التعدي اللي حصل من الانسان على البيئة واعرف السبب بتاعه، بعد كده هبدأ احط خطط واستراتيجيات للحفاظ على البيئة. دور الجغرافي ايه تاني؟ قال لي من اهم ادوار الجغرافي انه يعمل على نشر الوعي البيئي لدى افراد المجتمع بمختلف فئاته. طب نشر الوعي ده ايه اشكاله؟ قال لي شكل من اشكاله ان مثلا الجغرافيا بتدرس للطلاب بتوعنا كيفية الحفاظ على البيئة واهمية البيئة، اهمية التوازن البيئي. ده كده انا بنشر وعي. مش بس كده، بنعمل ندوات ونعمل مؤتمرات نوعي فيها افراد المجتمع بكيفية الحفاظ على البيئة. ممكن احنا نعمل ملصقات وارشادات اعلامية، نعمل برامج في التلفزيون او نعمل اعلانات في التلفزيون. لي مثلا اعلان بيكلمني عن اني ما ارميش مخلفات سواء في الارض او ارمي مخلفات في النهر. الاقي اعلان بيكلمني عن اغلاق الصنبور بعد استخدام المياه. ده شكل من اشكال دور الجغرافيا في الحفاظ على البيئة، انها تعمل على نشر الوعي البيئي لدى افراد المجتمع. قلنا يا جماعة يا اما عن طريق المناهج التعليمية، عن طريق برامج تلفزيونية، عن طريق ارشادات اعلامية اللي هو الملصقات الاعلامية. اتنين، وضع استراتيجيات لحماية البيئة من التدهور مثل انشاء المحميات الطبيعية. يعني ايه؟ يعني لما الاقي ان الانسان قام بصيد جائر لنوع معين من انواع الحيوانات والحيوان ده بدأ ان هو ينقرض، هقوم بمعرفة اولا شكل التعدي ان الحيوان ده بيحصل له عملية صيد جائر. طب ايه اسبابه؟ ما هو اكيد الانسان ده ممكن هو يكون بيستفيد منه في حاجة معينة، فدور على بديل للكائن ده في استخداماته علشان خاطر امنع الانسان ان هو يصطاده. الحاجة التالتة اني اعمل له محمية طبيعية. طبعا احنا عندنا محميات طبيعية كتير جدا في مصر، المفروض ان احنا درسناها في سنة اولى،
زي محمية رأس محمد، الغابة المتحجرة، الرمال البيضاء، محمية البرولوس. 3. تفعيل نتائج وتوصيات المؤتمرات العالمية للبيئة. يعني ايه؟ يعني هحضر ندوات ومؤتمرات على مستوى العالم، ولما نرجع هنا في بلدنا نبدأ ان احنا نفعل النتائج دي اللي وصلنا لها داخل المؤتمرات عن طريق حاجة مثلا زي سن قوانين تمنع إلقاء المخلفات في الأنهار، سن قوانين وتشريعات تمنع الصيد الجائر، سن قوانين وتشريعات تمنع البناء على الأراضي الزراعية وتمنع تجريف التربة. اللي بعده عندنا حاجة اسمها الوعي البيئي. ايه هو الوعي البيئي؟ الوعي البيئي هو إدراك أفراد المجتمع أهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تدهورها أو تلوثها والتدخل السلبي في النظام البيئي. يعني ايه؟ امتى اعرف ان الشخص اللي موجود قدامي عنده وعي بيئي؟ يعني ايه وعي؟ يعني مدرك. مدرك يعني فاهم كويس قوي معنى كلمة بيئة وازاي احافظ على البيئة دي. الوعي البيئي هو ادراك افراد المجتمع اهمية الحفاظ على البيئة، وادرك ازاي امنع تلوثها، ازاي امنع التدهور البيئي. الوعي البيئي هو إدراك أفراد المجتمع أهمية الحفاظ على البيئة، إني أكون مقتنع إزاي أحافظ على البيئة، مش مقتنع بفكري بس، المفروض إن أنا كمان مقتنع بعملي مش بالكلام. يعني أنا مش هقولك ما ترميش مخلفات في النهر وأروح نرمي، ما أقولكش ما ترميش حاجة في الأرض وأروح نرمي حاجة في الأرض. بنشوف يا جماعة بعض الناس يعني للأسف اللي هما بيقوموا بإلقاء المخلفات القمامة في الشارع، مع ان الشارع ده هو ده البيئة اللي انا عايش فيها. البيئة اللي انا عايش فيها دي بتلوثها، ترمي فيها مخلفات، المخلفات دي بيتجمع حواليها الذباب، تتجمع حواليها الحشرات، وكل ده يا جماعة بينقل لي امراض وبيأذيني. زي ما اتفقنا مع بعض في اول حصة في البيئة ان البيئة لو انا اديتها حاجة كويسة واديتها خير هتديني خير، ليه انا اقوم بإلقاء القمامة فيها؟ ممكن يا جماعة الشارع مثلا ما فيهوش مكان ارمي فيه القمامة بتاعتي، ممكن نتجمع من بعض في الشارع ونجيب باسكت ونحطه في الشارع كلنا نرمي فيه المخلفات بتاعتنا لغاية لما عامل النظافة يجي ويشيلها. العملية مش صعبة، العملية كلها بتتوقف على العقل اللي بيفكر. نفضل نتكلم على ان في دول لما بمشي فيها بلاقي ان الشوارع بتاعتها نظيفة، ازاي يا جماعة؟ النظافة راجعة من نظافة العقل. احنا الدين بتاعنا وهو الدين الاسلامي دايما كان بيدعونا الى يقول لنا النظافة من الايمان، اتربينا على كده. ازاي انا كانسان برمي المخلفات بتاعتي وبرمي الاشياء بتاعتي في قلب البيئة اللي انا عايش فيها؟ ازاي يا جماعة ممكن ارمي مخلفاتي في قلب النهر اللي انا بشرب منه؟ ده الشخص اللي بيعمل كده ما عندوش اي شكل من اشكال الوعي البيئي. ممكن ان احنا كطلبة صغيرين وأولياء أمورنا نبدأ إحنا بالوعي البيئي ده، نبدأ لما نلاقي إحنا فيها مفتوحة إحنا نقفلها، نلاقيها بايظة إحنا نصلحها، العملية مش صعبة. لو لقيت حد بيرمي مخلفات في الشارع ممكن إنك توقفه وتقول له على فكرة ما يصحش كده، مش أخلاقنا كمسلمين، مش هيكررها تاني. بيرش مية في الشارع قول له دي مش أخلاقنا كمسلمين، انا عندي ازمة في الموارد المائية وما يصحش كده، دي نعمة ربنا اعطاها لي، هبة من عند الله، ازاي انا برميها في الشارع؟ ازاي مش حاسس بالنعمة دي؟ تعالوا يا جماعة ناخد اللي بعده. عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام ليه حديث قال فيه إماطة الاذى عن الطريق صدقة. شكل من اشكال الاذى اللي ممكن اقابله هو المخلفات اللي بتترمي في الشوارع. عكس الوعي البيئي او التوازن البيئي عندي حاجة اسمها التدهور البيئي. والتدهور البيئي هو عبارة عن التأثير السلبي للانسان على البيئة بما يغير من طبيعتها او خصائصها ويؤدي لاختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها او فقد الخصائص الجمالية او البصرية لها. يعني ايه؟ شايفين المنظر؟ هل دي تصلح انها تكون البيئة اللي انا عايش فيها؟ هل الشكل ده؟ ما انا كده يا جماعة
بعمل تدهور بيئي، يعني ايه؟ بفقد الخصائص الجماليه للبيئه. ربنا سبحانه وتعالى خلق لي البيئه دي جميله جدا، خلق الكون جميل جدا، سبحان الله مبدع في خلقه، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها جميله، احنا اللي بنرمي المخلفات دي، فاحنا اللي بنبوظ الصوره بتاعت البيئه، احنا اللي بنهدر الموارد بتاعتنا، احنا اللي بنلوث البيئه اللي احنا عايشين فيها. كده يا جماعه احنا اتكلمنا عن البيئه، واتكلمنا عن البيئه بكل ما فيها، اتكلمنا عن البيئه، اتكلمنا عن علاقه الانسان بالبيئه دي والمراحل اللي مرت بيها علاقه الانسان بالبيئه، اتكلمنا عن النظريات اللي بتفسر علاقه الانسان بالبيئه، اتكلمنا عن دور الجغرافيا وكيفيه الحفاظ على البيئه، واتفقنا ان الجغرافيا ليها 4 ادوار، اتكلمنا عن يعني ايه وعي بيئي، واتفقنا ان احنا هنبدا من دلوقتي احنا اللي ننشر الوعي البيئي كجغرافيين او كطلبه للجغرافيا، واتكلمنا ان عكس التوازن البيئي عندي حاجه تانية اسمها التدهور البيئي، وهو التاثير السلبي للانسان على البيئه. ممكن يجيني السؤال يديني اي شكل من اشكال التاثير السلبي للانسان على البيئه ويقول لي ده ايه، فيعتبر ده التدهور البيئي. هنبدا مع بعض دلوقتي في حاجه اسمها المورد. ايه مثل المورد ده؟ اي حاجه موجوده عندي في الكون هي مورد. مورد، بصوا بقى تعالوا نفرق بين حاجتين، عندنا حاجه اسمها المورد وحاجه اسمها المصدر. المصدر ده لو موجود قدامي في البيئه ومستخبي تحت الارض وانا معرفش ان هو موجود ومعرفش بيستخدم ازاي، اصبح هو حاجه اسمها مصدر. الاشياء اللي موجوده وانا معرفش انها موجوده ومعرفش ازاي بيتم استخدامها تعتبر مصدر. ده موجود عندي في البيئه اكتشفته واعرف ازاي بيتم استخدامه، اذا ده اسمه مورد. اي حاجه في الكون انا عارف انها موجوده قدامي وعارف بيتم استخدامها ازاي او اهميتها ايه او اضرارها ايه تصبح مورد. المورد ثروه اكتشفها الانسان وادرك اهميتها وتمكن من استغلالها، يعني حاجه الانسان اكتشفها، اكتشف انها موجوده عندي في الكون وفهم اهميتها ايه وقدر ان هو يستغلها. الموارد عندنا بتصنف الى انواع، تصنف الموارد لثلاث انواع حسب مصدرها، المكان اللي هي جاياني منه، حسب مدى انتشارها يعني حسب التوزيع الجغرافي بتاعها، موجودة في كام مكان على سطح الارض، حسب التجدد والاستمرار، يعني هل هي بتنفذ مع الاستخدام ولا بتجدد نفسها بنفسها. حسب المصدر صنف الموارد الى موارد طبيعية وموارد بشرية، حسب انتشارها، واسعة الانتشار، متوسطة الانتشار، محدودة الانتشار، محدودة الانتشار جدا. حسب التجديد والاستمرار او التجدد والاستمرارية صنف الى موارد متجددة وموارد غير متجددة. تعالوا مع بعض ثانية نشوف حاجة، تصنيف الموارد. اتفقنا مع بعض ان المورد هو عبارة عن ثروة، يعني حاجة اكتشفها الانسان وتمكن من استغلالها، عارف ازاي يستغلها. الموارد بتتقسم عندي لثلاث انواع، حسب المصدر يعني حسب المكان اللي هي جاياني منه، حسب التجدد والاستمرارية، حسب الانتشار او بنسميه حسب التوزيع الجغرافي او التوزيع الجغرافي. تعالوا نشوف، لو هصنف الموارد حسب مصدرها هتديني نوعين، مورد طبيعي ومورد بشري. كل حاجة على الكون كده، يا اما حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها وانا ما بذلتش فيها مجهود في نشأتها او في خلقها، فدي بسميها موارد طبيعية، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ولا دخل للانسان فيه، زي التربة، زي المية، زي الهواء، زي النباتات الطبيعية، زي الحيوانات، دي كلها اشياء طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها لي. امال ايه مس هي الموارد البشريه؟ كل ما صنعه الانسان، زي ايه؟ زي الحضاره، زي العمران المباني والمنشات، زي وسائل النقل والمواصلات، زي التكنولوجيا، اجهزه الحاسب، التليفون،
الإنترنت، دي كلها موارد بشرية. يبقى حسب المصدر تصنف الموارد إلى موارد طبيعية وموارد بشرية. مورد طبيعي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، مورد بشري هو كل ما صنعه الإنسان حسب التجدد والاستمرارية. تصنف الموارد لموارد متجددة وموارد غير متجددة. مورد متجدد يعني لا ينفذ مع الاستخدام، بيعيد نشأة نفسه مرة أخرى. إزاي ده؟ هل الهواء بيخلص؟ هل أشعة الشمس بتخلص؟ مصادر الطاقة المتجددة بتجدد نفسها بنفسها باستمرار. موارد غير متجددة يعني موارد تنفذ مع الاستخدام، لما اخد منها بتخلص وما بتتجددش تاني. زي ايه؟ زي مصادر الطاقة الغير متجددة زي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، المعادن بكل انواعها، باخد من باطن الارض مش بتتجدد تاني غير بعد الاف السنين. يبقى الموارد حسب التجدد والاستمرارية متجدد وغير متجدد. طب ممكن كده بسرعة نشوف، انا عندي البترول، لو هصنف البترول حسب المصدر هيبقى مورد ايه؟ برافو، مورد طبيعي. طب لو هصنفه حسب التجدد والاستمرارية غير متجدد. طيب لو هتكلم عن المنشآت هتكلم عن التكنولوجيا، وسائل التكنولوجية زي التليفون، الحاسب الآلي، أي وسيلة تكنولوجية الإنسان اخترعها، وسائل النقل والمواصلات، حسب المصدر هتبقى مورد ايه؟ بشري، الانسان هو اللي صنعه. طب حسب التجدد والاستمرارية غير متجددة. هل العربية لما بتبوظ بتظهر واحدة غيرها، بتطلع واحدة جديدة؟ انا انشئ واحدة مختلفة تماما لكن هي مش بتجدد نفسها بنفسها. هل التليفون لو وقع واتكسر دلوقتي هيتجدد؟ لا طبعا، مورد غير متجدد. لو باظ مش هينفع ان هو يتجدد مرة تانية، هينتهي استهلاكه. يبقى انا عندي التكنولوجيا مورد بشري غير متجدد. لو هصنف الموارد حسب التوزيع الجغرافي او بنسميه حسب الانتشار الجغرافي، هيتصنف لاربع انواع: واسع الانتشار، متوسط الانتشار، محدود الانتشار، محدود جدا في الانتشار. تعال نشوف الفرق ما بينهم. واسع الانتشار موجود في كل مكان على سطح الارض، في كل مكان زي الهواء وأشعة الشمس، موجود في كل مكان على سطح الارض ويتم استخدامه. مش بس في حاجة، هل الشمس موجودة في كل مكان على سطح الارض؟ طبعا توصل لكل مكان، حتى لو بتوصل في شكل ضوء مش شرط توصل لي في شكل حرارة زي المناطق المتجمدة، بس دي ممكن انها توصل في بعض المناطق شهر واحد بس في السنة. ايوه بس بتوصل على كل مكان على سطح الارض، موجودة زي الهواء وزي الشمس، واسعة الانتشار، متوسطة الانتشار، يختلف كمية وجودها واستخدامها على سطح الارض. يعني ايه بيختلف كميتها؟ يعني بتختلف من مكان لاخر، موجودة في كل مكان مش بنفس الكمية بس موجودة في كل مكان، بيختلف استخدامها من مكان لمكان اخر. زي التربة في مكان على سطح الارض بمشي، دي اسمها ارض يعني فيها تربة، بس بيختلف انواع التربة، تربة زراعية، تربة صحراوية، تختلف انواعها وكمان بيختلف استخدامها. بس مثلا في دولة فيها السهول الفيضية اللي هي التربة الطينية اكتر، دولة تانية التربة الصحراوية فيها اكتر،
التربة موجودة في كل مكان، ولكن أنواعها مختلفة، كميتها مختلفة، استخداماتها كمان مختلفة. محدودة الانتشار، المورد محدود الانتشار، يوجد في عدد قليل من الدول على سطح الأرض، زي المعادن ومصادر الطاقة، مش موجودة في كل الدول. في دول محرومة من المعادن ومصادر الطاقة، في دول محرومة منها. موارد محدودة جدا في الانتشار، موجودة في مكان واحد على الأقل، موجود منها حوالي 90% في مكان واحد، محدودة جدا في الانتشار. تعالوا نشوف مع بعض هنا، حسب المصدر تتنوع الموارد حسب مصدرها إلى موارد طبيعية وموارد بشرية. المورد الطبيعي هو كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، وجدت دون تدخل الإنسان وهي هبة من الله سبحانه وتعالى، زي الحيوانات، الموارد المائية، يصب بها المسطحات المائية زي المحيطات والبحار، مصادر الطاقة زي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، التربة، الثروة المعدنية، النبات الطبيعي. الحيوان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه. موارد المائية، المية عذبة ملحة، دي مياه طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يقدرش إنه يخلقها أو يصنعها. التربة، الثروة المعدنية، المعادن الموجودة في باطن الأرض، النباتات سواء بقى كانت حشائش سواء كانت غابات. الموارد البشرية أو بنسميها الموارد الحضارية، كل ما يقوم به الإنسان من أنشطة وما أنتجه من العمران والمعارف، المعارف اللي هي المعلومات التي أنتجها، ووسائل التكنولوجيا وما يمتلكه من الآلات والأدوات والمنشآت، العمران، المباني، ده كل ده الإنسان هو اللي صنعه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه القدرة على صناعته، ولكنه من صنع البشر، تدخل فيه الإنسان في صناعته. عايز أقول لكم على حاجة، النبات الطبيعي مورد طبيعي، لكن المحصول الزراعي مورد بشري. حاضر، أدي وسائل النقل والمواصلات مورد بشري، وسائل التكنولوجيا والآلات. لو وصلنا في الموارد حسب مدى الانتشار، موارد واسعة الانتشار يستطيع الإنسان أن يحصل عليها دون جهد منه، بلاقيها موجودة حواليا في كل مكان أنا عايزه، زي الهواء والشمس، أشعة الشمس والهواء. متوسطة الانتشار، تختلف نسبة انتشارها وأهميتها النسبية من منطقة لأخرى، مثل التربة الزراعية، مش كل مكان على سطح الأرض فيه تربة زراعية. احنا عندنا مثلا في مصر نسبة التربة الزراعية هي المنطقة الموجودة حوالين نهر النيل بس. الغابات، مش كل الدول فيها غابات. المراعي، الثروة السمكية، في دول ما فيهاش مسطحات مائية أصلا. تربة، الغابات، الثروة السمكية، كل دي أشياء متوسطة الانتشار. الثروة، المراعي، المرعى هو المكان اللي بتربى فيه الحيوانات، محدودة الانتشار، موجودة في أماكن معينة من سطح الأرض، زي موارد المياه العذبة والمعادن، مش كل الدول فيها مياه أنهار، ومش كل الدول فيها معادن ومصادر طاقة. البترول موجود في نسبة ضئيلة أو في عدد محدود من الدول، تركزوا طبعا في مناطق الشرق الأوسط، مناطق محدودة الانتشار جدا، موارد يندر وجودها بدرجة كبيرة تتركز في مناطق محددة، زي الألماس في جمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا. الألماس بيتركز أو موجود في دولتين في العالم، دولة
جنوب أفريقيا ودولة الكونغو. فين الكونغو وفين جنوب أفريقيا؟ الاتنين في قارة أفريقيا. قارة أفريقيا قارة غنية بالموارد، دي دولة الكونغو ودي دولة جنوب أفريقيا، والاتنين من الدول الغنيين بالألماس. الزئبق، الزئبق بيتوافر في دولة أسبانيا في قارة أوروبا، دي دولة أسبانيا في أوروبا. النيكل، النيكل موجود عندي في دولة كندا، ده مكان كندا شمال أمريكا الشمالية. النترات، النترات موجود في دولة شيلي، الدولة المشار إليها باللون الأخضر على الخريطة، هي دي دولة تشيلي. حسب التجدد والاستمرارية تصنف الموارد إلى موارد متجددة، هي الموارد التي لا تنفذ باستهلاكها، حيث تتجدد باستمرار لطبيعتها الخاصة. ربنا خلقها سبحان الله بتجدد نفسها بنفسها، زي المية، الغلاف الجوي الهواء، الغطاء النباتي، الغابات انا مش بزرعها هي بتطلع مرة تانية، الحشائش انا مش بزرعها انا باخدها، او النبات الطبيعي باخده بيطلع مرة تانية. موارد غير متجددة موجودة بكميات محدودة قابلة للنفاذ، لا تجدد نفسها مع الاستخدام، بتنفذ بالاستخدام زي الفحم، بترول، المعادن بصفة عامة، الغاز الطبيعي، ده الفحم، ده البترول. القيمة النفعية لجغرافية التنمية، يعني ايه أهمية جغرافية التنمية؟ أنا هستفيد بيها ايه كعلم؟ تعمل جغرافية التنمية على تقييم ومتابعة أساليب استخدام الموارد وأنواعها، يعني هعرف عدد الموارد اللي موجودة عندي جوه الدولة، وأعرف نوع كل مورد. هعرفهم ليه؟ هعرفهم عشان خاطر أعرف ازاي أحافظ عليهم وازاي أستثمرهم بشكل يشبه حاجات الشعوب في الحاضر والمستقبل. مش ثانية واحدة، بصوا يا جماعة، القيمة النفعية للجغرافيا، جغرافية التنمية، جغرافية التنمية انا هستفيد منها في ايه؟ هتنفعني في ايه؟ هتنفعني في اني واحد هعرف اقيم اساليب استخدام الموارد وانواع الموارد دي ايه، وانواع الاساليب كمان ايه. يعني ايه؟ عايز اعرف عدد الموارد اللي موجودة عندي جوه الدولة. مثلا انا عندي معادن، عندي مصادر طاقة، عندي تربة طينية، تربة زراعية، عندي نباتات طبيعية، دي موارد سبحان الله أعطاها لي ربنا، أعطى لي الموارد دي. أعرف إزاي أستخدم الموارد دي عشان خاطر ما أهدرش الموارد دي وأحافظ عليها للأجيال القادمة، كمان أستخدم منها في الحاضر. مثلا عندي معدن الحديد او عندي البترول، لو انا مش عارف كم البترول اللي موجود عندي او كم الحديد اللي موجود عندي في باطن الارض، ممكن ان انا افضل اطلع الموارد دي واصدرها واستخدمها وانسى خالص ان في اجيال قادمة، واقول ما هو اكيد الارض فيها. الجغرافيا بتعمل حاجة انها بتقدر حاجة اسمها كمية الاحتياطي، يعني بتعرفني قد ايه الكمية الموجودة في باطن الارض عشان تقولي استخدم منها قد ايه النهارده واخلي منها قد ايه للاجيال القادمه، فبتراعي حقوق الحاضر وحقوق المستقبل. لو هصنف الموارد حسب طبيعه تكوينها ونشاتها، صنف لموارد عضويه زي البترول والفحم، موارد غير عضويه زي الماء والهواء والمعادن، موارد مختلطه زي التربه. يا جماعة الكائنات الحية بتستهلك من البيئة، وكل ما نستهلك من البيئة أكتر ومع التقدم التكنولوجي ده دايما بيؤدي إلى إهدار الموارد البيئية وارتفاع معدل التلوث والنفايات.
الموجودة على سطح الأرض. تعال نعمل مبادرة اتحضر للأخضر، كل واحد فينا يحاول ان هو يزرع شجرة قدام باب بيته. ممكن ان انا اجيب وازرع لو وردة في قلب البلكونة بتاعتي، اي حاجة بسيطة خضرة. اللون الاخضر كمان بيبعث على الهدوء والراحة النفسية. نجرب ان احنا نزرع في البيوت بتاعتنا. الواجب ننقل الواجب بسرعة. السؤال الاول، السهول الفيضية حول نهر النيل من الموارد طبيعية واسعة الانتشار متجددة غير عضوية، طبيعية متوسطة الانتشار غير متجددة عضوية، طبيعية واسعة الانتشار غير متجددة مختلطة، طبيعية متوسطة الانتشار متجددة مختلطة. أمامك خريطة العالم، ادرسها جيدا ثم اختر الدولة المشار إليها بالرمز به من أهم الدول في إنتاج الزئبق، الألماس، النيكل، النطرات. زئبق، الماس، نيكل، نطرات. يا ترى الدوله به تشير لانهي واحد في الاربعه؟ سن القوانين لمنع القاء النفايات في النهر يدخل ضمن التوازن البيئي، الوعي البيئي، التدهور البيئي، النظام البيئي. لما احط قانون وامنع القاء المخلفات ده بيكون ضمن انهي واحد في الاربعه؟ استخدام الاسمده العضويه يؤدي الى تحقيق التوازن البيئي، التدهور البيئي، الوعي البيئي، اختلال التوازن البيئي. ما مقترحاتك لتحقيق التوازن البيئي؟ أمامك خريطة صماء للعالم، لسه هنشوف الخريطة، ماشي؟ ادرسها جيدا ثم انقل على الخريطة أماكن وجود الموارد محدودة الانتشار جدا. عندي يا جماعة خمس أشكال، هبص على الخمس أشكال دولت وهشوف انهي مكان من الخمسة هو اللي موجود فيه مورد محدود الانتشار جدا، وساعتها هنقله على الخريطة دي اللي هي خريطة العالم. امامك خريطة صماء للعالم، ادرسها جيدا ثم اجب. انقل على الخريطة اماكن تواجد الموارد متوسطة الانتشار. هبص الاول خالص على الخمس اشكال واشوف انهي مكان من الخمسة موجود فيه مورد متوسط الانتشار، وبعدين اسحبه على الخريطة اللي موجودة قدامي. خلاص ان شاء الله وباذن الله يا جماعة نتقابل مع بعض في الحصة اللي جاية. هنبدأ مع بعض في درس جديد بعنوان الموارد المائية ان شاء الله باذن الله الحصة اللي جاية. بقولكم كل سنة بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كل سنة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة وعام كله خير وبركة على كل المسلمين وعلى كل الناس في الوطن العربي. ما ننساش يا جماعة الأول خاص ان احنا هنحل الواجب، ما ننساش ان احنا نعمل مع بعض مبادرة اسمها تحضر للأخضر. تعالوا كل واحد فينا يزرع ولو حاجة بسيطة، ولو وردة بلاش انا مش عارف ومفيش حواليا اي مكان. ممكن ان انا اجيب اي حاجة، عارفين الحلبة؟ ممكن ان انا اجيبها واحطها في تربة زراعية او احطها في قطن والله هتطلع لون اخضر، هتطلع نباتات خضراء. ممكن اني اجيب حباية الذرة واحطها في التربة، اجيب تربة طينية واحطها فيها حباية الذرة بس واحطها فيها واسقيها هتطلع لون اخضر، هتطلع نبات. تعالوا نعمل كده، تعالوا نزود من اللون الاخضر، هيزود من الراحة النفسية الموجودة حوالينا، هيزود من الهدوء اللي موجود حوالينا. مش بس كده، كمان هيزود من نسبة الأكسجين، هيقلل من نسبة التلوث البيئي. تعالوا كل ما نشوف حد بيلوث في البيئة نقول له المؤمن ما بيعملش كده، المسلم ما بيعملش كده. احنا ديننا دين إيمان، دين نظافة. ديننا دايما كان بيحسنا على الإيمان والنظافة، ما حسناش أبدا على إيذاء الآخر بإني ألقي قدامه مخلفات أو إني ألقي مخلفات في الشارع. لما اركب عربيه والاقي العربيه بتطلع دخان وبتطلع لون اسود، اقول للسواق ممكن انك تصلحها، لو ممكن ان احنا نساعده في حاجه زي كده. في الشارع بتاعنا ممكن ان احنا نجمع مع بعض ونعمل باسكت ونرمي فيه المخلفات بتاعتنا، لكن بلاش نرمي المخلفات بتاعتنا في الشارع بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد، وعام يا رب كل الناس في كل الوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.